طلبتنا الأعزاء، راح نتكلم اليوم على البلاي فير. قبلها المونو ألفابتكس، هنا تكلمنا عليها، تكلمنا على المونو ألفابتكس وقلنا يعتمد على الكي الرئيسية اللي يعطيها هو بالسؤال. هنا عندنا بالنسبة للمونو ألفابتكس يعتمد هنا اللي مثل ما تشوفون الكي اللي منطينا اياه. اجي هنا على المسج اللي موجود بالسؤال هو الايتم. اذا تشوفون الايتمز هنا، الايتم هذا الايتم راح اخذ حرف حرف. فاذا جاب لي، اذا جاب لي كي رقم، انا راح اخذه الكي اجمعه وياه من ويا المسج مالتي. بس هو شنو يقول؟ given the above key. بما نعطى ذا أبف كي هنا والكي على طول الألفابتكس بس أقاطعه، أجي هنا الآي. الآي من موجود هنا جوا؟ جوا الآر، جوا الآر. فأخذه الآر، شوفوا خدت الآر، بعدين هنا جيت الحرف الثاني تي، وأنا التي هذا التي شنو جوا؟ الأم، خدت هذا الأم. اللي بعد الاي نفس الحاله، والاي شنو جوا الاي هذا هنا عندنا، وعندنا اخر شيء الام، هذا الام شنو جوا جوا الاي. هاي في حاله انطاني الكي على طول الالفابتكس. بالديكريبشن انا اريد اطلع البلين تكس الرئيسيه مالتي، البلين تكس الرئيسيه مالتي. فجيت هنا أنا اخذت شنو هو السايفر مالتي، اخذت السايفر مالتي وارجع على نفس الكي مالتي، على نفس الكي اللي هو منطيني اياها بالسؤال هنا. فاجي اخذ الار شنو الفوقه؟ الاي، نزلت هذا الاي. اللي بعد الام، وين الام؟ انا لما اجي هنا جوا، لان انا طلعت مين من يم الكي، اجي وين الام؟ الام شنو الفوقه؟ تي. وهكذا. هذا بالنسبه للمونو الفابتكس، احنا شرحناه بالاسبوع الماضي بس هسه اعاده سريعه. اليوم راح نجي على البلاي فير. البلاي فير طلاب انتبهوا لي عليها، البلاي فير، ومثل ما قلت لكم اللي ما تفهمها انطيني افتح المايك وقول هاي ما فهمتها. شوفوا طلاب، بالنسبه للبلاي فير، بلاي فير ذا فيرست تشويس اوف ان انكربشن كي. هنا بالنسبه نعم عفوا بخصوص ذاك الموضوع اللي راح، شلون صيغه الاسئله تجي عليه؟ ها، بالنسبه للصيغه مالته انكريبت ذيس مسج، يعني راح يعطيك مسج يقول لك هاي المسج سوي لي انكريبت لها تشفير، وممكن يجيب لك وياها فك التشفير. مع المسج راح تجي، راح يكون عندك كي، الكي تعتمد عليها في التشفير وفك التشفير. هاي بالنسبه لاغلب الاسئله اللي موجوده بالخوارزميات. ممكن يجي يشرح لك يقول لك شنو فائدة مثلا، يعني الفرق بين المونو الفابتكس والسيزر مثلا، يعني يقول لك مثلا ياهو اقوى، البلاي فير او يعني مقارنه بين البلاي فير والسيزر، يعني يصير بها مقارنه حكي. بس اغلب الخوارزميات لا تكون فهميه. نجي هنا بالنسبه للبلاي فير اللي راح تتكون لنا، احنا راح تتكون لنا من 25 طلاب، راح تكون لنا من ماتريكس، من ماتريكس 5 في 5. يعني لما يجيب لك بالسؤال، من يجيب لك بالسؤال بلاي فير يعني بصفها مباشرة، خلي ببالك انت لازم يكون عندك ماتريكس 5 في 5. ماشي، 1 2 3 4 5، هنا 1 2 3 4 5. مين تتكون؟ تتكون لنا من حروف الالفابتكس مالت اللغه الانجليزيه من الاي الى الزد. بس شنو اللي اخليه بداخل الماتريكس؟ شنو اللي اخليه بداخل الماتريكس؟ لكن احنا عندنا 26 حرف، هذا راح نجي عليه. دائما دائما طلاب، دائما دائما الاي والجي يكونون بنفس السيل، دائما يكونون بنفس السيل. هنا بالنسبه للماتريكس اول ما ابدي، على قاعده
أول ما أبدي لازم أكتب الكي، لازم أكتب الكي، لكن بشرط بدون تكرار، بدون تكرار. شلون؟ هسه أجي هنا أنا، هسه أجي هنا أنا، قال in the following example the key is as my the work، as my the work. هاي شوفوا طلاب، شجي أجي أنزلها بالترتيب وبالتسلسل بالنسبة للكي. أجي جيت الأس كتبته، الأم كتبته، الواي تي اتش اي وورك كملتهم؟ اي نعم كملتهم. شقد هنا؟ 2 4 6 8 10، هنا كتبتهم شقد؟ 10. شجي وراها اجي انزل بقية الالفابتكس ان اوردر بالترتيب، يعني بالترتيب لازم اكتب الالفابتكس ان اوردر. ابدي منين؟ ابدي من الاي، بس بشرط طلاب، بشرط لما اجي هنا انا اكتب الاي اشيك انا بالكي انا كاتبه الاي لو لا. لا ما كاتبه، نزلت الاي. وراها البي كتبته؟ لا ما كتبته. السي كتبته؟ ما كتبته. الدي ما شوفوا هنا عندنا اي بي سي دي اي، الاي ما كتبته ليش؟ لان انا كتبتها هنا وين؟ كتبتها بالكي، فما راح اكررها. استمر اي اف جي، الجي الاتش، الاتش انا كتبتها ما اكررها. الاي والجي قلنا دائما دائما ينحطون بنفس السيل، بنفس السيل يعني يكونون الاي والجي. الام كاتبها اني ام ان او، الان كاتبها لا عفوا الام كاتبها اني، اي جي كي، الكي كاتبها، الال ما كاتبها انزلها، الام كتبتها هنا انا، الان ما كاتبها اكتبها، البي كيو ار سي في دبليو اكس واي زد الى النهايه. هسه اني من اكتب المصفوفه مالتي بصوره صحيحه يعني معناتها شبه صقرت يعني تقريبا 80-90% من الاجابه مالتي الصحيحه، لان لما تخطئ بالمصفوفه يعني حلك كله خطا، كل حلك خطا. تنتبه لي، تكون من 25، تتكون من 25 ولازم يكون الاي والجي في نفس السيل. يعني مثلا طلاب، مثلا صار عندك هيك الكي، مثلا الكي مالتك هو نقول مثلا مثلا جوردن، مثلا جوردن هذا الكي اللي انطاك اياه بالسؤال. لما اجي هنا انا جاي، هنا انا الجاي لما ابدي بمين من البدايه، من اخلي جاي هنا انا مباشره اخلي وياه من، اخلي وياه اي، مباشره اخلي وياه اي. الاي والجاي دائما بنفس السر، يعني حتى لو ما هو ماكو اي هنا انا، بس بما انه جاي اجى هنا انا فلازم الاي وياه. ابدي عاد وراها او الار الدي والاي ان وابدي الى النهايه. هاي بالنسبه اول شيء في بناء. صار عفوا سؤال، صار في حال وجود الاي نفس الشيء نحط الجاي ولا نفس الحال؟ بالضبط نعم. نفس الحاله، في حاله وجود الاي هم نفس الحاله اخلي وياها الجاي. طيب شرط هاي خمسه يعني خمس كلمات او لازم في خمسه كلمات. في خمسه الكلمة اجتنا مثلا أربع كلمات لو ماكو شيء. لا الكلمات أنا ما لي شغلة بيها، أنا الكلمة حتى إذا عندي مثلا حرف، مثلا هاي الكلمة الثانية مثلا عندنا أربع أحرف، مثلا ثلاثة أحرف، مثلا نعم. أربع أحرف كيفك، بس أجي أنزلها، أجي أقول هنا الكي وأنزل الإي وأنزل الواي وعاد أبدي وراها الأي البي السي الدي اللي كتبتها أنا ما كتبتها وأكمل إلى النهاية. هاي بالنسبة كبداية كتابة ووضع المصفوفة بصورة صحيحة. أجي هنا أنا طلاب، أجي هنا أنا كيف أسوي عملية التشفير وفك التشفير؟ كيف أعمل تشفير وفك للتشفير؟
هسه هنا انتبهوا لي، هنا طلاب، ثلاث قواعد رئيسية، ثلاث قواعد رئيسية في التشفير وفك التشفير، في التشفير وفك التشفير. أنا لما أريد أشفر، لما أريد أشفر آخذ حرفين حرفين، آخذ حرفين حرفين. يعني مثلا قال لك المسج مالتك، احنا ايش قلنا اتفقنا بالنسبة للكي، الكي راح يكون عندي فور، الكي عندي انزله بالبداية، هذا بالبداية انزله، بس هو ينطيك شنو؟ ينطيك وياها مسج، ينطيك وياها مسج. فاجي اخذ المسج، اخذ حرفين حرفين، اخذ حرفين حرفين واشفتهم. شوف لما اجي اخذ الحرفين القاعدة الاولى شو تقول؟ القاعدة الاولى تقول في حالة ان ذول الحرفين in the same row، التشفيت وين يكون؟ راح يكون الى اليمين، راح يكون الى اليمين. هسه مثلا عندي هنا السي والاي، قال لك هذا السي هنا، هذا السي، لا عفوا كنترول زد، اللي عندي هنا البي والاف، هذا البي، البي والاف، البي والاف، هذا ما عندنا هسه حاليا، انا عندي بس البي وعندي الاف. انتبهوا عليها طلاب، انتبهوا، هاي مهمه. انا اريد اشفت بالنسبه للبي والاف، القاعده الاولى تقول اذا كانت الاحرف في نفس الرو، في نفس الصف، اذا كانت الاحرف في نفس الصف فعمليه التشفيت وين تكون؟ تكون الى اليمين، to the right، تكون الى اليمين. فجيت البي تشفيت مالته وين؟ الى اليمين. شنو الحرف اللي بعده؟ شنو هذا السي نزلته. الاف انتبهوا للطلاب، التشفيت وين؟ التشفيت الى اليمين، التشفيت الى اليمين. هذا الاف هنا، الاف ما بقى عندي ولا حرف، فش اسوي؟ يرجع من البدايه، يرجع من البدايه هنا، يرجع من البدايه. شنو اخذ؟ اخذ الاي. يعني الحرف اذا كان في نهايه الرو او في نهايه الكولوم ياخذ لوب على اول واحد، الاول واحد مالته على نفس الصف، مو صف ثاني، لا على نفس الصف. فالاف رجع اخذ شنو؟ الاي. الكي مثلا، الكي يا هو ياخذ، ياخذ الاي. الاتش من ياخذ؟ ياخذ الاس. البي ياخذ الجي. الزت ياخذ شنو؟ الكيو. هذا بالنسبه للرو، بالنسبه للرو القاعده الاولى تقول اذا كان ذا سيم رو تشفيت الى اليمين. زين، اذا كان القاعده الثانيه اكو بها اشكال، هاي اكو بها اشكال طلاب؟ واضحه دكتور؟ تمام. هسه اذا كانت القاعده الثانيه مالتي تقول اذا كانت الاحرف، هسه احنا ان ذا سيم رو، اذا كانت الاحرف مالتنا ان ذا سيم كولوم، ان ذا سيم كولوم، يعني شنو الحرفين اللي انا انطيك اياهن راح يقع بنفس الكولوم مو بنفس الصف، شنو نسوي؟ شو نسوي؟ راح ناخذ شفت داون، راح ناخذ الشفت داون، يعني الحرف الجوه ناخذ، ناخذ الحرف الجوه. هسه شنو قال لي؟ قال لي الاو والال، الاو، الاو، هذا الاو والال، هذا الاو هنا وهذا الحرف الال. ايش قلنا؟ قلنا شفت داون بالرو، شفت رايت، هنا شفت داون، هنا اخذت السي، اخذت السي، والال الجوا شنو؟ الفي، اخذت الفي. هاي بالنسبه، هاي بالنسبه الى التشفيت عن طريق الشفت داون، عن طريق الأحرف إذا وقعت في نفس الكولوم.
هسه عندنا في نفس الصف وعندنا في نفس الكولوم. زين، اذا اجتني احرف القاعده الثالثه، اذا اجتني الاحرف ايش بيها؟ ليس بنفس الصف وليس بنفس الكولوم. هسه نشوف شلون ناخذها. تمام. هسه انا بالنسبه لي، بالنسبه لي اذا قلت اذا كانت في نفس الصف ناخذ رايت، نفس الكولوم شيفت داون. اذا اجتني الاحرف مالتي ليس في نفس الصف وليس في نفس الكولوم، شاخذ اخذ الكروس، اخذ الكروس. شلون يعني؟ هسه اجاك مثلا من ضمن الحرفين هو عندي الجي والاف، انت ابو طلاب عندي حاليا الجي والاف. وين الجي؟ هذا الجي، هذا الجي. وين الاف؟ هذا الاف. شوفوا طلاب، لا نفس الصف ولا نفس الكولوم، شو اسوي؟ اخذ الكروس مالته، اجي اسويه مربع، اسويه مربع واخذ اللي كل واحد هو مقابله. هسه شنو عندي الاحرف؟ انا عندي الجي، الجي والاف، جي والاف يساوينا. اجي على الجي، نا طلاب انتبهوا، شنو مقابله؟ شنو مقابله؟ مقابله البي، مقابله البي. والاف شنو مقابله؟ مقابله الاي. فالتشفير مالته راح يصير البي والاي، يصير البي والاي. هذا بالنسبه للقاعده الثالثه اللي هي بالبلاي فير، بالبلاي فير. استاذ عادي تصير اي بي يعني مو مشكله؟ لا ما يصير حسين، لازم تكون بي اي. العفو اذا ماكو زحمه، هاي اخر شيء يعني ما اعرف، جاي اتصال وطلعت. شنو؟ اقول لك اخر شيء تقدر تعيده لان جاي اتصال وطلعت ما لحقت عليه. تمام. هنا القاعده الثالثه يقول اذا كانت الاحرف مالتنا، اذا كانت الاحرف مالتنا مو نفس الصف وليس نفس الكولوم، فاذا كانت ليس بنفس الصف ولا نفس الكولوم ناخذ الكروس مالتهم، ناخذ الكروس مالتهم. فهسه مثلا عندي الجي والاف، الجي والاف، اجي اشيك هنا وين الجي؟ هذا الجي وهذا الاف، اخذ الكروس مالتهم، يعني اسوي مربع. يعني هسه مثلا عندي حرفين السي والان، اخذ هذا المربع، الاتش والاس والكيو والزت اخذ المربع. هسه اجي هنا أنا اخذ المربع مالتهم، يسمونه الانجكشن. هنا أنا اسوي له مربع، اسوي له مربع. فاجي الجي شنو مقابله؟ البي. والاف شنو مقابله؟ هو الاي. هاي بالنسبه للقاعده الثالثه بالبلاي فير. بقت عندنا بعض النقاط اللي هي يعني راح تختلف عندنا بحل السؤال. يعني مثلا اجتك سؤال وعندك الحرفين مالتهم مشابه، يعني مثلا كلمة هاري، هسه طلاب شوف، هسه انا اخذت الاتش، اخذت الاتش واخذت اليو، هذا حرفين صح لو لا؟ جيت الاتش واخذت هنا اليو وجيت
سويت لهم عملية تشفير. لكن جيت اللي وراها ايش لقيت؟ لقيت ار بار، لقيت ار بار. احنا طبعا هاي المحاضرات مالتنا يعني نعتمد على محاضرات جامعة الأنبار، لأن نخاف بعدين يصير عندنا امتحان وزاري وتكون جامعة الأنبار على مود أنتم تكونون مسيطرين، وأيضا المحاضرات هاي مال الجامعة التكنولوجية، وأغلب الجامعات العراقية تعتمد على هذا المنهج. فهنا بالنسبة إذا اجتنا عندنا الحرفين موجودة، شو أسوي؟ أخلي بيناتهم اكس، أخلي بيناتهم اكس. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي H U R X R A Y اثنين اثنين، وعندي هنا اثنين، بقى عندي الواي في حالة بقى حرف أخير ما وياه حد، أخلي وياه حرف X من عندي. شوف ضفت الX هنا أنا. على مود اتخلص من التشابه، اتخلص من التشابه، وايضا اخلي حرف بالنهايه لين بقى عندي حرف واحد. هاي بالنسبه لبعض يعني النقاط الرئيسيه اللي موجوده بالبلايفير اللي لازم تعرفونها. فاحنا راح نسوي مراجعه سريعه، نقول لازم يكون عندنا ماتريكس 5×5. سؤال استاذ ماك زحمه، الاكس الاخير، سؤالي اذا ماك زحمه، الاكس الاخير تفضل. الاكس الاخير شنو يعني ها المغزى منه اذا ماك زحمه؟ النهائي، الاكس النهائي. ليش خليناه؟ لان احنا بالنسبه لنا الكلمه بقت عندنا شنو؟ بقى عندي حرف واي. انا بالنسبه للبلاي فير لازم يكون عندي حرفين على مود اسوي تشفير او فك التشفير. بما انه بقى عندي حرف واحد فلازم أضيف حرف ثاني. فالحرف الثاني الحرف الثاني لازم يكون من ضمن حروف الألفابتكس. فهم هنا بالكتاب وبالمحاضرات ماخذين أكس، فإحنا ناخذ أكس. لربما يجي واحد يقول يصير أخذ زت، زت ماكو مشكلة، بس فك التشفير لازم تأخذ أكس. بس إحنا نمشي ويا المنهج اللي إحنا معتمدينه مال الجامعات العراقية، هو كاتب بأن يكون أكس عندنا، فنمشي ويا حرف الاكس. خلينا الاكس على مود يصير عندي شنو؟ يصير عندي حرف، يصير عندي حرفين. لكن من اسوي فك التشفير راح يطلع عندي هذن الاحرف الزائده اللي اني خليتهم. فعندنا ماتريكس، عندنا ماتريكس تكون 5×5. نخلي الكي اول شيء بالبدايه بالماتريكس واكمل الى النهايه. الاي والجي لازم يكون نفس السل، نفس المربع. لازم عندي ذا سيم رو تشفيت الى اليمين، ذا سيم كولوم شيف داون الى الاسفل. اذا مختلفات اخذ الكروس مالتهم، اخذ الكروس مالتهم. في حاله اكو كلمه تتكون من ثلاث احرف لازم انا اضيف اكس، وفي حالة وجدنا حرفين متشابه لازم أخلي بيناتهم X. هاي أغلب القواعد اللي موجودة بالبلايفير في الانكريبشن. في الانكريبشن هذا في التشفير، في عملية فك التشفير طلاب، في عملية فك التشفير راح تنقلب الآية عندنا. شو يصير عندنا؟ احنا ايش قلنا؟ in the same row shift right، shift right. بالنسبة للديكريبشن فك التشفير راح يصير عندي بالعكس، راح يصير عندي بالعكس. يعني مثلا أنا عندي الـ H والـ U، الـ H والـ U in the same column. مثلا ناخذ الـ W، ناخذ الـ W والـ O. أنا هذا شنو؟ هذا السايفر اللي طلع لي، هذا السايفر اللي طلع لي. أريد أطلع شنو؟ أطلع البلين تكست مالتي الرئيسية، اريد اطلع البلين تكست الرئيسيه مالتي. هذا بالنسبه للتشفير، اريد اسوي فك التشفير الدبليو والاو. وين الدبليو والاو؟ هاي الدبليو والاو. احنا بالتشفير شنو اخذنا؟ اخذنا تشفيت الى اليمين.
فك التشفير لا راح يصير شنو هو؟ راح يصير تشفيت تو ذا ليفت، يعني الدبليو هاي الدبليو شنو هو قبلها؟ الاي، الاو شنو هو؟ دبليو. هذا بالنسبه اذا كان الكلمات في نفس الرو. بالنسبه هم نفس الحاله اذا انا عندي اي هنا طلاب، اذا عندي اي واريد اسوي فك التشفير هم نفس الحاله ارجع من البدايه وهو الكي. هذا بالنسبه في فك التشفير. هاي اذا كانت ان ذا سيم رو، ان ذا سيم كولوم، ان ذا سيم كولوم هنا أنا. اذا كانت عندي ان ذا سيم كولوم شو اسوي؟ شفت اب، شفت اب، يعني انا بالنسبه بالتشفير اسوي تشفيت الى الاسفل تحت شفت داون، بس بالهذا تشفير شفت اب. هسه عندي مثلا الدي والان، عندي هذا الحرفين الدي والان، اخذت الدي والان اسوي تشفيت اب، عندي هنا أنا هذا الدي والان يساوي لنا الدي والان. الاب مالته شنو؟ هذا ار، ار، والان شنو اخذ؟ اخذ الدي، اخذ الدي. هذا بالنسبه لفك التشفير. بالنسبه لفك التشفير نفس الحاله، هم اخذ الكروس واخذ المقابيل مالته، اخذ المقابيل مالته. يعني اذا صار عندي الاي مثلا والال، مثلا الاي والال هنا أنا. هذا الاي والال هم اخذ المقابيل مالتهم نفس الحاله، اقول الاي شنو حرفه؟ القبالة السي هنا أنا. هذا الاي والال راح اخذ شنو؟ اخذ السي، اخذ السي والجي، سي والجي. هذا بالنسبه الى فك التشفير. ربما سأل يسأل يقول اذا اجاني مثلا الحرف البي هنا أنا. حرف البي وان هما في نفس الكولوم، عندي الاي والجي، يا حرف اخذ، انت مخير تاخذ الاي او الجي، تاخذ الاي او الجي، بس بشرط لما تجي تسوي في فك التشفير اذا اخذت حرف الاي لازم يعني تبقى ويا حرف الاي، واذا اخذت حرف الجي لازم تاخذ ويا حرف الجي. العفو دكتور، يعني ما يصير اخذ اثنين عارفين، لازم حرف لا واحد. لا لا، فقط حرف واحد، فقط تمام. الحرف واحد. هذا طبعا عفو دكتور. نعم العفو دكتور، هسه يعني اي كلمه تنطينا اياها احنا نقسمها على حرفين حرفين ونسويها التشفير؟ بالضبط بالضبط. واذا هي مثلا من خمس حروف او ثلاث حروف نضيف الحرف الاخير اكس وبعد الحرف الاخر بطبط. يعني اخر واحد حط على مود يصير زوجي، لازم يصير زوجي الاحرف. واذا كان عندي حرفين مشابهه وانا اخليهم لازم اخلي مكانه، اخلي مكانه اكس. بس شنو في طلاب؟ مو كل يعني حرفين، يعني مثلا اعطيكم مثال عليها، يعني أنا لما جيت مثلا أقول كلمة 3 مثلا، كلمة 3، كلمة 3 هنا أنا. جيت أخذت الحرفين هنا أنا الثري تي والاتش، الار والاي أخلي مكانهم اكس؟ لا، لأن أنا أخذت الاثنين ماكو مشابهات، بس شنو عندي نقص حرف، أخلي حرف الاكس. تبعوا عليها هاي، يعني مو كل حرفين أشوف المشابهة لازم اخلي بنصهم اكس، لا لا، الحرفين لما انا اخذتهم على مود اسوي لهم تشفيت، تشفير او فك التشفير. اذا سويتهم تشفير او فك التشفير ولقيتهم اثنيناتهم مشابهه فبنصهم لازم اخلي حرف الاكس. هساني وممكن يجيكم بالسؤال مثل ما اعطيتهم للطلاب اللي حضروا اليوم، ممكن يجيكم بالسؤال فك التشفير فقط وليس تشفير، يعني انا مسوي لك التشفير بس انا اريد فقط فك التشفير، تروح على الاحرف وتطبق قاعدة فك التشفير، يعني التشفيت الى اليسار مو تشفيت الى اليمين. وبالنسبة same column shift up مو shift down،
وبالنسبة للسيركل راح تبقى نفسها. هسا اللي أريده من عندكم، اللي أريده من عندكم كل واحد يكون عنده ورقة هسا حاليا، وراح نطي مسج، راح نطي مسج ولازم يشفر لي اياه، ينطيني مسج، انطي مسج ولازم يشفر لي اياه. راح اعرض لكم اياها هنا. عفوا دكتور، يصير بعدين ادزها يعني من السؤال تنطيني اياه؟ لان طافي الكهرباء عادي، بس طافي. اي والله ما عندنا كهرباء. ماكو مشكله، ماكو مشكله طلاب. يعني راح اعطيكم اياها هسه، اكتبوها اكتبوها، واللي اللي بالنسبه اللي يقدر يكملها بسرعه خيرنا على خير. او على كل الطلاب راح شو اسوي، راح ارفع لكم اياها بالجوجل كلاس روم، راح ارفع لكم اياها بالجوجل كلاس روم، وبالجوجل كلاس روم تقدر تجاوبون السؤال. ماشي، تقدر تجاوبون السؤال. احد عنده اي سؤال استفسار قبل لا نطلع؟ عاش ايدك دكتور وبارك الله فيك. حياكم الله.